السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أفضل الأحوال إن شاء الله. اليوم جديد جدا كما تتشوفوا، نتمنى تشاهدوا الفيديو كامل باش تشوفوا الخطوات من الأول حتى الأخير، ونتمنى ما تنسونيش من اللايكات وتابوناو في لاشين ديالي. تجيو في المواقع التواصل الاجتماعي، ولا عجبكم هذا الشيء اللي تندير تشجعوني بتعليقاتكم الرائعه، وشكرا لكم دائما. بسم الله على بركه الله، غادي نبدا بالروز اللي خديت نص كيلو ديال الروز سبيسيال، نقيته وغسلته ودابا تنسلقه في القليل من الملح، وغادي ناخذ القناص والكبده، غادي ندير لهم القليل من الخل وشويه ديال الملحه وطريف ديال الحامض يتسلق. ثانيه ديال تحضير الحشوه، بارك الله. بالنسبه للحشوه عندي الحامض مصير مقطع، القزبر ومعدنوس، عندي الهريسه ديري المقدار اللي بغيتي، سكنجبير، الخرقوم، البزار، وضامه ديال الزعفران من اجل اللون، وعندي الخردل اللي هو لاموطاغ، وعندي اربعه الفصوص ديال التوم محكوكين. غادي نخلط هذا الخليط كله والقليل ديال الملح طبعا، غادي نخلطه وعاد نرجع لكم. بسم الله على بركة الله، كما تشوفون هنا عندي دجاجة فيها 2 كيلو 400 غرام، اللي باتت طبعا في الماء والحامض والخل والتغسلات مزيان، تحيدوا لها جميع الشوائب ديالها وجميع الزوائد، فباتت ليلة كاملة في ذاك الخليط. غادي نوريكم طريقة الغسل مرة أخرى إن شاء الله. تناخد هاد الشرمولة وتنشرمل بها الدجاجة مزيان بطريقة جيدة، وتندخل ما بين جلدة واللحم مزيان هذا الخليط هذا باش تشرب لنا الدجاجة ديالنا. وكذلك غادي ناخد الشعرية درتها في الماء طايب، خليتها واحد 5 دقائق وحيدتها وقطعتها كما تشوفوا، هي غادي نشرملها وغادي نزيدها على هذا الخليط هذا، وغادي ناخد القناص والكبد هما غادي نقطعوه كما غتشوفوا معايا دابا، غادي نخلطهم كاملين وغادي نعمر بهم هاد الدجاجه، وغادي نخليها واحد الساعه ديال المكانه عاد نرجع لها باش نردها تفور. كما تشوفوا فهاد الدجاجه من الداخل راها مشرمله مزيان، وداخل لها ديك الشرميله. البنات من بعد ما تسلقت لنا القناص والكبيدات كما تشوفوا، فانا تنقطعهم على هاد الشكل هذا، ما كبار ما صغار، باش يجيو باينين في ديك الشعريه الصينيه، فغادي نضيفهم على داك الخليط كله، غادي نتا هما نشرملهم وغادي كما تشوفوا البنات. فانا بديت تنخيط الدجاجه ديالي، تندير لها عمليه كما تشوفوا، غادي نخيط لهذيك البلاصه اللي دخلت فيها الحشوه، وغادي نقبط خيط بيض وغادي نربط لها رجلاتها باش ما تتحلش وتبقى مزيانه كما تشوفون، فهي درت لها عمليه، فانا خيطتها وربطت لها رجلاتها كما قلت لكم بالخيط الابيض. بالنسبه اللي برا ضروري انكم تعقموها وتحرقوها في العافيه، على هذا الشكل هذا تتبقى الدجاجه مجموعه. بنات لهاد الفريت كما تشوفوا انا قطعتها كبيره وغليظه، غادي نديرها في الماء والملح وغادي نردها تسلق. ثقوا بيا البنات الا درتوها بهذه الطريقه تجي مقرمشه رائعه، فغنقليها حتى نقرب نحط الطبق ديالي. بالنسبه للدجاجه غنخليها ساعه الا ربطها تفور عاد. ودابا البنات جينا للمرحله ديال التشرميل ديال الرز، انا هنا درت معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف عليها معلقه ديال او ملعقتين ديال الزيت، وغادي نضيف عليهم البصل بشكل هذا، وغادي نشحرو مزيان، نضيف عليه القليل من الملح، وغادي نضيف 2 فصوص ديال الثوم والقليل من الحامض المصير مقطع على هاد الطريقه رقيق، ونخليهم تيتشحروا حتى تنزل ليا ديك البصله. درت معلقه ديال الموطاغ كما تشوفوا، وغادي ندير واحد الكميه ديال المعدنوس والهريسه معلقه اختياريه، تتبقى الهريسه ولكن تجي زوينه في الحق الله. فغادي نشحر هاد الخليط ديالي جيدا كما تشوفوا، انا ضفت شويه ديال السكنجبير وشويه ديال التحميره وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم، شحرتهم مزيان.
من بعد البنات ما وجدت لي الحشوه كما تتشوفوا، تتجي رائعه في اللون ديالها. هاد الحشوه هي نفسها اللي تيديروا في المطاعم، غتجربوها غتعجبكم بزاف بزاف. فانا غادي نمزج البنات كما تتشوفوا الخليط كله حتى يولي لي هاد الرز كامل مشرمل كما تتشوفوا على هاد الشكل هذا، وغادي نردو باش يتفور. فضروري نردو يتفور باش ما تيبقاش تيوقف، تيجي طيب مزيان. وبالنسبه للدجاجه طابت غادي ندخلها تحمر، غادي ندهنها بمعلقه ديال الزبده ومعلقه ديال الموطاغ، غادي نخلطهم فهما تيعطيو واحد البريو. هانتوما غتشوفوا في الاخير واحد البريو رائع بحال المطاعم نيشان. انا ما قنعتنيش هاد الشتاء، فغادي نخدم بيديا، فاليد تخدم احسن رغم السخونيه. فانا غادي نصبر باش ندهنها مزيان باش تجي محمره كلها. ضروري من انني ضروري من الجوانب باش حتى هما توصلهم الزبده والتحميره. غنخليها هاد شويه باش نحمر به الظهر. غنخلي هاد الرز يتفور، غيجيني قد قد هو والتحمار ديال الدجاج. جينا وجد كما تشوفوا البنات، جا ذهبي، جات الطريقه ديالو رائعه، تحمر بطريقه زوينه بزاف. وحتى الرائحه البنات والله لا رائحه رائعه رائعه جدا. شي الرائحه ديال السناكات او محلات ديال الدجاج المختصه في الدجاج، فجات تتشبه لها بزاف. فانا ما عرفش كيف غندير نوقف هذه الدجاجه، جاتني كبيره ما بغاتش توقف. فانا غنشوف الطريقه ونوقفها. كما تتشوفوا جا محمر رائع طيب مزيان. غادي نضيف الباقي ديال الرز اللي فورته طبعا في المرة الثانية، في الخطوة الثانية، فهي خطوة ناجحة باش يجيكم نفس طريقة ديال المحلات ديال الدجاج. اما بالنسبة للفريت بطاطا مقلية كما تشوفوا البنات، فما مزيتها ما حتى شي حاجة. ديك الطريقة السوطة اللي نديرو لها فهي تتخليها ناشفة وتتجي لذيذة حتى في المذاق. فما نبخلوش على وليداتنا ونديرو لهم اطباق اللي هما تيتشهاوها على برا في البيوت ديالنا بطريقه نظيفه ونقيه، وتنعرفوا واش نقدموا لوليداتنا. تنتمنينا الاعجاب ديالكم. تيقوني البنات الا جربتوا الطريقه ديالي بكل خطواتها غادي يجيكم دجاج ناجح 100%. وغتردوا عليا في التعاليق وتقولوا لي اللي جربوا غيقول لي كي جاه الدجاج بهذه الطريقه ديالي. ثقوا بيا نفس الطبق ديال الزنقه. اي انا غادي نرفقوا لهم بشويه ديال التكتوكه وشويه ديال المايونيز اللي صاوبت ما وريتكمش الطريقه، وغادي نقدمه للوليدات ياكلوه بالصحه والراحه. شوفوا البنات انا غادي نقسم واحد الطرف كما تشوفوا طايب مزيان، طايب طايب مزيان، وحتى الرائحه الرز يجي نيشان بحال ديال الزنقه. اما الحشوه فهي رائعه واحد اللذه. فانا تعمدت انني ندير الحشوه لداخل بالشعريه الصينيه والروز على برا، تيجيو زوينين. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الدجاج بالطريقه ديال السناكات او المطاعم تيجي رائع ولذيذ واقتصادي ايضا للوليدات وبالصحه والراحه وشهيه طيبه.